ما حملتش داك البلان اخويا، انا ماشي كايونغ اس تي كي ولا كواحد من الساكنه تاع اس، كما اي واحد البارح ما حملش ديك السطوريات، حيت كون كان راجل ما يلوحش ديك السطوري. انا كون كنت بلاصتو نسمع ديك الهضره اللي قال نحيد ديك الكاميرا نسلخ دق امام عاد نكمل السطوري ديالي. حشومه اخويا هاد الهضره هادي تقال على مدينه بحال اسف يا خويا حاضره في المحيط، واش مش بغيت نوصل لك؟ يعني راه ما حدو قال لي ديك اللعيبه تاع اسف ما فيهاش الرجال، راه بحال هضر لي على بواه وجدو وجدودو، واش مش بغيت نوصل لك؟ هو بروده جاتو عطاتو خاطري لواحد ديك السطوري، هما الصراحه هادو ملي داروا هاد السطوري هادي راه ما هو الا استغلال مدينه اسف، استغل كونه انه ولد اسفي ودار ديك السطوري بحال استغل الاول المدينه شد المدينه وقيدها. ندير انا سطوري نسب فيه اسي باش انا ندبر على اشهار ب 1000 درهم نشري سبرديله ولا مش بغيت نوصل لك؟ راه شحال من واحد كان كيبقى اسي كدا، حنا نبقاو كل واحد حمق نتبعوه نبقاو علاش سبيتي اسي؟ راه حمق راه حمق فهمتي، ولكن انت ود اسي اصاحبي وتجي منك وانت اللي لايح داك الشيء في البروفايل ديالك هذه اللي مرضتني انا. قول هو اللي بدا داك ملك الجمال وكدا، وراه دابا واقيلا هو فهمتيني وقع امام بجوج ملوك تاع الجمال وتلاقاو وكدا وديك السطوري وقال داروها التمثيلية عليه بغاو نشرو علينا الجمال ديالو. علاش؟ حيت لا سكتنا في هادي مرة أخرى عاوتاني غيجي شي قمام أخر وغيبدا يقول شي هضرة أخرى فهمتيني وغيتلاقى مع شي سميتو جواد ولا جمال. أما هذوك الفسلولي وقبل منه شحال كانوا كيطيروا الهضرة ولي سطوري فينا هما دابا؟ هادشي عنده عواقب أصاحبي، واش بغيت نقول لك؟ إلا كنتي غبي راه ما غاتعرفش تجيري راسك في السوشيال ميديا، وكيدير تيك توك ونقولوا لي دير اعتذار ويبدا يدير لك داكشي تاع اي مامبا كذا فهمتي ومشكله ويضحكوا علينا اس تي كي يونغ اس تي كي مار فاك. ما حملتش داك البلان اخويا، انا ماشي كايونغ اس تي كي ولا كواحد من الساكنه تاع اس، كما اي واحد البارح ما حملش دوك السطوريات ودوك داكشي تبارطاج في فيسبوك بواحد السرعه واش بغيت نوصل لك؟ حيت انا كنت كندور في فيسبوك تبان لي داك الساط لايحه واحد الباج اللي معروفه ودير فيديو مع دق امامه كي هو كيصور فيه ستوري من البروفايل ديالو فهمتيني، وبحال هو اللي مشى عنده وبدا كيقول لي شنو انت هادي، قال لي لا اسفي ما فيهاش الرجال. انا هاد الكلمه هادي اللي ما حملتهاش، حيت كون كان ود اسفي حقيقي خونا هذا ما يلوحش ديك ستوري. علاش؟ حيت هو ديك ستوري صورها بيدو ياك، وكيبان لك الطاق تاع دق امامه يعني لاحه بكامل قواه العقليه، واش مش بغيت نوصل لك؟ يعني هاد خونا هذا ماشي راجل، حيت كون كان راجل ما يلوحش ديك ستوري. انا كون كنت بلاصتو نسمع ديك الهضره اللي قال نحيد ديك الكاميرا نسلخ دق امام عاد نكمل السطوري ديالي. ما يمكنش ليا خويا انا نسمع اسفي كتساب واش فهمتي بغيت نوصل لك بديك الطريقه وبديك البروده ونلوح ديك السطوري اصاحبي. انا نشرح لك، هو ماشي دق امام ولا كيبحث على البوز، دق امام معروف فهمتي ما يبغيش يخسر الصوره ديالو، اللي كيقلب على البوز هو داك ود اسفي واش فهمتي بغيت نوصل لك؟ هو قال نجي نستغل الفرصه، لربما هو ما اتفقش معاه على ديك السطوري وغفلوا ولا حبلا المعرفه ديال دق امامه فهمتي كيفاش؟ بغى يبان وراه بان راه هو وصل ليه، ولكن بان بواحد الطريقه نيجاتيف فهمتيني. انا رياجيت كاي واحد ود اسف فهمتي شبيت نوصلك؟ اسف يا خويا فين الرجال؟ راه ماشي ديالو اسف، هو دار ديك السطوري بحال اسف ديالو ساكن فيها بوحده فهمتيني. انا حشومه اخويا هاد الهضره هادي تقال على مدينه بحال اسف يا خويا حاضره في المحيط، واش مش بغيت نوصل لك؟ يعني راه ما حدو قال لي ديك اللعيبه تاع اسي ما فيهاش الرجال، راه بحال هضر لي على بواه وجدو وجدودو، واش مش بغيت نوصل لك؟ هو بروده جاتو عطاتو خاطري لواحد ديك السطوري، هما الصراحه هادو ملي داروا هاد السطوري هادي راه ما هو الا استغلال مدينه اسف، واش فهمتي كيفاش؟ هما اصلا جايين وقيلا دايرين شي حفل هنايا، الاخر وقيلا ماليه والو فهمتي، ما شايط ليه والو في هاد الحفل هذا، ما شاطش ليه شي 4000 ويدير ستوري قال لهم نفوز بستوري. السوشيال ميديا كتبين تكون دماغ، تاغل كونه انه ود اسفي ودار ديك ستوري بحال استغل الاول المدينه شد المدينه وقيدها فهمتيني، عطاه الدق على الدار باش هو يطلع كونت ديالو انستغرام كدا هادي. ناقصه شويه وناقصه بزاف اخويا اسمح لي انا ما نديرهاش فهمتيني، ندير انا ستوري نسب فيه اسفي باش انا ندبر على اشهار ب 1000 درهم نشري سبرديله ولا فهمتي بغيت نوصل لك؟ شوف استغلوا ياك دابا هو قمامه قال لكم ماشي بالاراده ديالي تلاحظ زعما غير موافق هو على ديك السطوري، هذا هو عنده الحق يدعي اخويا، انا نوقف معاه والله اخويا فين الكاميرا خدامه دابا انت اخويا قمامه والله اخويا انا نوقف معاك، انا نشهد لك انا الفيديو تفرجت فيك الفيديو مليون واخا هو مسحوب
من حقه يديكلاري بيه ومن حقه يتابع. هذيك الهضره اللي كنت قال هضره خصوصيه فهمتي، ولا ربما دق امامه دار ديك الرياكسيون في ديك السطوري باش هذاك عرفوا بغى يتصور معاه ويطاقي وكذا، وقيله هضر بحال هكاك غير باش ما يلوحاش سالا اخر طلع حمار فهمتي كيفاش. لا انا كشتيني في السطوريات المشكل عندي مع داك ود اسف ما عنديش مع قمامه ولا يقول لي بغى فهمتي كيفاش، ود اسف اللي يحدك الهضره هذا هو المشكله صافي فهمتي، هذا هو المشكل الكراف ديال بصح. اما شي راه شحال من واحد كان بقى اسف فيك حنا بقاو كل واحد حمق نتبعوه بقاو علاش سبيتي اسف راه حمق راه حمق فهمتي، ولكن انت ود اسف اصاحبي وتجي منك وانت اللي لاهي هذاك الشيء في البروفايل ديالك هذه اللي مرضتني انا. راه البارح هضرت معاه دار لي في بلوكان ما يقدش يجاوبني والله ما يقد يجاوبني، قول هو اللي دا داك ملك الجمال وكذا وراه دابا واقيلا هو فهمتيني وقمامه بجوج ملوك تاع الجمال وتلاقاو وكذا ديك السطوري وقال داروا ها التمثيلية عليه بغاو نشرو علينا الجمال ديالو نشرو على الجمال ياك ما سميتو جمال ما سميتوش جمال. دابا انا عاد فهمت مالو ساكت هذاك كيعاير لي في اسيو ساكت، انا دخلت عنده انستغرام لقيته كاتب مانكي فهمتي، وراه مانكي دوك مانكي اللي كيلبسوهم حوايج كيدووا ما كيتحركوا هو دابا عذرو فهمتيني عذرو اخويا عبد. وانا نصحبو بنادم انا فاش شفتك نصحبو بنادم تسمع اسفي كتعاير قدامه وما مدواش، ملي دخلت لقيته كاتب هو مانكا عرفتي دوك اللي في لي ريزو سوسيو في ميريكان دابا ولاو كيكونوا 3D كيصايبوا دي بيرسوناج ما كيكونوش في الحقيقه كيكون عرفتهم كيديروا اشهار، هو دخونا بحاله مدخل الاسفي جديد هاد العيبات هو راه ما كاينش في الحقيقه دخونا داك الشيء اكسبريم تعمد. واش دابا دعوت الله خويا واحد حداك انت كتصوره يسب لك مثلا والديك تقدر تلوحه؟ ما نقدرش نلوحه واش انا شبيت نوصل لك، هو دابا شاف وسبو وكذا وهذه وعرف عرف اش قال واختار الفلتر اللي بغاه على ديك التصويره وديك السطوري وطاقة كتب اروباس جواد قمامه كذا هذه ولاح يعني المسؤوليه تاع هذا الفيديو كامل على هذاك السطو اسف علاش؟ حيت لا سكتنا في هذه مره اخرى عاوتاني غيجي شي قمامه اخر وغيبدا يقول شي هضره اخرى فهمتيني وغيتلاقى مع شي سميتو جواد ولا جمال. لا شوف شوف الصراحه شوف شفت انا فنانه كبار جاو الاسفي وانت راك عارفني انا كيجيو عندي حتى للدار وكذا بحكم الخدمه ديالي في مجال الموسيقى والعباد عمر شي واحد قلل من اسف واش فهمتي شبيت نوصل لك هذا دابا هو دار بالعاني اسفي اصاحبي راه غنيت شي تراك وما قلتش فيه اسفي كان مرض كتجيني السخفه شحال مره كنقول لك الديسك راه ما قلتش فيه اسفي عاود عاود نخشو فيه اسف واش فهمتي حنا اش مقاتلين ودايرين اش ديما كنقول بينو اسف احسن صوره نورمالمون بنادم اللي بيضرب على راسو راه فهمتي الله فيك اه بنادم اللي بيضرب على راسو صيفط لي ميساج البارح انا قلت لي دير اللي بيتي ما تقولش اسفي واش دابا دعوت الله ديك ستوري وما تقالش فيه اسفي كنا غنهضروا ما كناش غنهضروا دابا هو الغلط اللي دار هو انه اسفي شدت بناها هو بحال اسفي ديالو فهمتي شبيت نوصل لك وهضر عليه وقال راه هانيه وكذا وهذا الشيء غيجبد لي مشاكل واش فهمتي شبيت نوصل لك ابار السوشيال ميديا ابار واحد 30 كا ولا غتزادوا راه غتجبد لي مشاكل واش انا تزادني 30 كا ومشى نريح في قهوه يسلخوا لي امي واش متفق معايا ها اما هذوك فشلوا لي وقبل منو شحال كانوا كيطيروا الهضره ولي ستوري فين امو دابا هذا الشيء عنده عواقب اصاحبي واش فهمتي نقول لك انا كنت غبي راه ما غاتعرفش تجيري راسك في السوشيال ميديا وانا دخون والله خويا ما حامل دويلي قسما بالله راه ابيت نوصل لي واحد الرساله واسف فهمتيني البارح بان لي داير واحد ستوري بحال بيقول لهم سمحوا لي كذا دير عاد شي دار وتخاف دابا تقول لي دير عاد شي دار يديروا في التيك توك كيشطح وكذا دابا هو لافار كيفاش داير عبار 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 كيعبر كيعبر واش كاين ما دخول هذا صاحبي عادي خويا رساله حيد داك الانستغرام اخويا الله يرحم لك الوالدين واش كيدير مانكا وجي اخويا راه ناقصني واحد مانكا في المحل هنايا ودير داك الشيء اللي بيتي ونبقى نلوحك عندها في الانستغرام باش تلا غلطتي وقلتي شي اسفي كذا نقطعك اما خويا انت راه ما كتعرفش اش تلوح كتخربط واش هو كيدير تيك توك ونقولوا لي دير شي دار ويبدا يدير لك داك الشيء تاع اي مامبا كذا فهمتي ومشكله ويضحكوا علينا صح البارح هو ما دارش قال لك شي دار من شي من الرجال ياك يدير شي دار سمعي بصاري ماشي كتبه واش ستوري هو دار سمعي بصاري وعلاش كتب ستوري إذا يخرج يقول تبان فيك النفس على المدينه اه تبان فيك النفس على المدينه توضيح على دوك السطوريات اللي حيت انا البارح علاش درت دوك لي سطوريات انا دخلت هضرت معاه صيفط لي ميساج فهمتيني قلت لي خويا ما تبقاش تقول اسف قول لي بيتي ودير لي بيتي واش فهمتي هو دار لي في بلوكاني حيت ما يقدش واش غيقد اخويا عبدو
انا نقدر نمرضو بالهضره يحيد الانستغرام مشيت لقى معايا بحال هكا نبقى نهضر انا وياه يقدر يبدل ديك الحرفه اللي كيدير الناس تاع اسف يا خويا راه تبارك الله ناس مثقفين وناس فنانه وناس رياضيين واش فهمتيني في كاع المجالات تبارك الله اي مجال كتمشي في المغرب كتلقى واحد جوج ولاد اسفي ورجال ومعروفين هادشي بشهاده العالم فهمتيني حنا دابا لا نتانا وبديت كنقول اسفي هادو كنمدح فيها غنبانو بحال حنا ناقصين ناقصين شي حاجه اسفي كتهضر على راسك واش فهمتيش بانه حنا ناس شرفاء ومغاربه حقيقيين ووطنيين واش فهمتيش بغيت نوصل ليك يعني كاع دوك الناس اللي كيبغيو يشوهوا الصوره شي اسفي راه ما كيصوروا حتى شي حاجه حنا راه عارفين راسنا شنو كنصور لا راه عندنا اساتذه ودكاتره في جميع المجالات هما كيتخذوا كقدوه في مجالات ماشي غير وطنيا عالميا واش فهمتيني دابا انا واقيلا علاش داك الصاط قال اسفي ما فيهاش الرجال حيت واقيلا هو فهمتيني ما لقاش داك الشيء اللي بغاه هو فهمتيني لقى واحد دار معاه سطوري فهمتي ما عجبوش واقيلا ما تزعطش فيه واخويا هذا الشيء راه علامات الساعه هذا الشيء اللي كاين الله يهدي الشباب الله يهدي الشباب وكلمه اخيره هي ان اي واحد ود اسفي ما تيقش في راسو انه غادي يعطي واحد الصوره حسنه بلا ما يقول اسف باش ما يجبدش عليه مشاكل حنا راه قلنا اسفي راه قادين بها وعارفين اش كنديروا واش فهمتينا درادر اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.